مرحبا بكم معنا من جديد. صباحكم ورد وياسمين. وقرية معرض الصحافة الإلكترونية التونسية. باش نبدأ مع سيت الأرابيسك تي في. مقال عنوانه المرزوقي يشدد على ضرورة حماية البلاد من الكوارث الطبيعية. البارح أشرف السيد رئيس الجمهورية على افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الأول حول المخاطر والتصرف في الكوارث المنتظم في دار الضيافة بقرطاج. وفي الكلمة اللي ألقاها بالمناسبة السيد رئيس الجمهورية شدد على ضرورة حماية البلاد من المخاطر والكوارث الطبيعية اللي تنجم تهددها، وقال لي لازم تكون عنا استراتيجية وطنية لحماية الأمن القومي، الأمن الغذائي وأمن الطاقة وخاصة البذور. وما أدراك ما البذور؟ مفهوم الدفاع القومي يتمثل فقط في الدفاع عن الحدود، اليوم أصبح يتمثل في الدفاع عن الأمن الغذائي، في الدفاع عن الأمن المائي، في الدفاع عن الأمن الطاقة، في الدفاع عن قضايا أنه يجب أن تكون لنا بذور، لأننا سرقت لنا بذور ونحن الآن نعيش للأسف الشديد في وضع لا يتصور الناس خطورته لو قدر الله صارت حرب ولم نجد هذه البذور لكي يعني نغذي شعبنا. ولا اللي ما يعرفش البذور وقيمة البذور فات وشتر عمر، ما بالحق قداش عنا ما سمعنا هيش كلمة هذية من الإيقاظ العلمي. كلمة بذور ريتو معناتها الاستراتيجيات السياسية الناجعة كيفاش تكون، يلزم نخمو في البذور. تعرفوا علاش؟ هاو علاش باش نجمو غدوة تكون عندنا كعكة كبيرة نجمو نتقاسموها كما ينبغي. ولا دونك النظرية سهلة برشا وناجعة، يلزم نزرع البذور باش نتحصلوا من بعد على كعكة نتقسموها الكل، هكاكا نجمو نحميو بلادنا من الكوارث. في سيت جوهر فام بوانات تقرأوا إصابة محمد الحامدي عند اصطدامه بباب دار الضيافة. المنسق العام المنسق العام للتحالف الديمقراطي والنائب المجلس الوطني للتأسيس سي محمد الحامدي اللي كان يشارك مع بقية ممثلي الأحزاب في الحوار الوطني اللي كان يدور في دار الضيافة بقرطاج. البارح العشية أثناء الحوار الوطني جاي خارج يزرب باش يعمل تليفون، يا أخي مسكين يلبس في الباب متاع دار الضيافة يتضرب في راسه ويتجرح مما استوجب إسعافه. أنا نقول له إن شاء الله لاباس وإن شاء الله بلطف على سي محمد الحامدي وهوكا ونعم الضيافة في دار الضيافة. هو ساعات ما تصير أحداث بالصدفة تجي مواتية للإطار اللي هي فيه. كي نشوفوا اللي صار لسي محمد الحامدي النجم وقتها نفهموا بالحق علاش نقولوا الحوار الوطني بين الأحزاب في تونس يكسر الروس. ونختم ونكمل مع سيت تونيسكوب. مقال عنوانه رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية يقول من يستخدم تويتر يخسر الدنيا والآخرة. رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ندد بمن يجعل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر دليلا له على حد تعبيره، وقال إن من يستخدم تويتر خسر الدنيا والآخرة وتويتر أصبح سبورة من لا سبورة له. بيان سور هذا الكل يجي في إطار المساعي المبذولة والحملة غادي لنهي السعوديين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات تقلق راحة السلطات الدينية والسياسية في المملكة. التعالى هي كون تويتر ولا يساهم في الانحطاط الأخلاقي بين الشباب والمراهقين ونشر الأفكار المتشددة والإشاعات. أما كي نعرفوا للحكاية هذه والحملة على مواقع التواصل الاجتماعي جات من بعد خروج خبر تورط أمير في قضية قتل فتاة، والأمير هذا كذب الخبر ونفاه من بعد في صورة نادرة لحادثة تقع في السعودية. وقتها كيكا نفهموا علاش الشيء هذا الكل صار. خليكم تقرأوا تفاصيل المقال هاوكا ما تردوا بالكم شي قال لكم راهو تستعملوا تويتر تخسروا الدنيا والاخره. وما قالناش الفيسبوك كيفاش كان هذه في تويتر ولا كيفاش في الفيسبوك يا شيخ. وبالنسبه للشيوخه معناها الاخرين اللي يطلعوا ويعملوا الفتاوي بتاعهم على تويتر معناتها كيف زاد هذوكم خسروا الدنيا والاخره. مواقع التواصل الاجتماعي كي تساهم باش تطيح الانظمه في البلدان ما يسمى بالربيع العربي، وكي تكون هي السبب في افتعال الاحداث اللي تولي من بعد ثورات بالسيف كيما اللي في سوريا وغيرها، وقتها نباركوها وندعموها وندعموا الانتقال الديمقراطي في البلدان هذيك. اما كي تمس الحاكم وتولي تقلق الملوك وتولي تعطي حريه التعبير للشعوب، اكيد وقتها تولي مواقع التواصل الاجتماعي هذيا تخسرنا في الدنيا والاخره وتولي زاد رجس من عمل الشيطان.